ترأس رئيس المجلس الأعلى للإعلام اختتام أعمال البرنامج الوطني لتأهيل عمال المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام في المراقبة والمتابعة خاصة أثناء الفترات الانتخابية. آدم حنفي. أنهى المشاركون في الورشة التأهيلية والتي نظمت لصالح العاملين والإداريين بالمجلس الأعلى للإعلام، وذلك بهدف تأهيل العاملين في مراقبة ومتابعة وسائل الإعلام العامة والخاصة أثناء فترات الانتخابات التشريعية منها والرئاسية، وكذا ضبط وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وعدم السماح لأي وسيلة إعلامية تتجاوز القانون المعمول بها في وسائل الإعلام. وفي نهاية المناسبة أعرب أحد المشاركين في الورشة الفنية عن أهميتها. قمنا برصد جميع الهيئات الإعلامية حتى يتسنى لنا كيف نراقب هذه الهيئات الإعلامية لتكون إعلام هادف وإعلام يدعو إلى الاستقرار وإلى السلام. هنالك برنامج وضع لرصد جميع الهيئات الإعلامية حتى تقوم بعملها المهني. رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديدونا جنوباي أشار في كلمته الختامية إلى أهمية الورشة، شاكرا الحضور على اهتمامهم بتقصي الأخبار ورصد المعلومات الحقيقية التي تخدم الوطن والمواطنين جميعا، كما تسهم في دعم برنامج المسيرة السياسية. وللتنويه، فإن الورشة الفنية تعطي دفعة قوية في تحقيق البرنامج السياسي لدعم التنمية الاقتصادية. وبعد اختتام الأعمال أشار المستشار بالمجلس الأعلى للإعلام اللزم الحاج إسحاق إلى أهمية هذه الورشة، نستمع إلى جزء منها. في هذه الورشة تكلمنا في وسائل الإعلام الخاصة والعامة وكيفية رصد هذه الوسائل في أثناء الانتخابات، سواء رئاسية سواء تشريعية، وكيفية تعاملها مع هذا الحدث. وبعد ما فترة الانتخابات تنتهي تقرير كامل عن الفترة الانتخابية وكيفية تعامل هذه الوسائل سواء كانت مسموعة أو مرئية، خاصة أو عامة، في هذا الحدث. هذا التقرير بيدي نموذج كامل لوسائل الإعلام وكيفية تعاملهم في هذا المجال، وهل هذه وسائل الإعلام أدت كل ذو حق حقه أو كانت منحازة لشخص معين. هذا التقرير ينشر في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للإعلام ويرسل إلى جميع الجهات المعنية، وهذه الجهات هي بنفسها تحاول يعني تصلح نفسها بنفسها.